عايز اروح بقى للكابتن حسام البدري، لان الكابتن حسام البدري ليه ايضا تصريحات غايه في الاهميه النهارده بعد هذا المؤتمر الصحفي. التصريحات كانت طبيعيه في المؤتمر في الحقيقه، لكن بعد المؤتمر كان في بعض من اللقاءات مع الاعلاميين. والكابتن حسام بدري من ضمن او ابرز تصريحاته ان هو بيقول ان انا مش عدو للنجوم ولم ارفض وجود متعب في جهاز المنتخب. هو بيقول ان انا دايما الناس بتتكلم على ان انا عدو النجوم، ببقى عايز امشي لعيبه كتير اسماء كبيره لما كنت مثلا في الاهلي او في اي مكان بتولى المسؤوليه، لكن مش الكلام ده مش حقيقي. وانا من ضمن الناس اللي طلعت نجوم كتير جدا واظهرت نجوم كتير جدا للكره المصريه. هو بيدافع عن نفسه في هذه الجزئيه، وقال كمان ان هو ما رفضش وجود عماد متعب في جهاز المنتخب. وحضراتكم طبعا عارفين ان كابتن حسام او كابتن عماد متعب بالتحديد كان مرشح بكل قوه ان هو يكون مدير للمنتخب، ده كان في حال تولي الكابتن ايهاب جلال الاداره الفنيه للمنتخب المصري لكره القدم. لكن بعد ما الكابتن حسام بدري تم الاعلان ان هو المدير الفني، فالكل توقع وتاكد ان عماد متعب مش هيكون موجود في الجهاز كمدير للمنتخب بسبب الازمات او الكلام الكتير اللي دايما كان ما بين عماد متعب وحسام البدري. لكن هو رغم كده بيقول ان انا ما كنتش رافض وجود عماد متعب. كمان تطرق لجزئيه غايه في الاهميه وده اللي بيهمنا بقى في الحقيقه. قال الكابتن حسام بدري ان الاهلي صاحب الفضل في تدريبي للمنتخب، وان هو لا يشعر بوجود فجوه مع جماهير النادي الاهلي. طيب اذا ده اعتراف حقيقي والناس كلها مقره بهذه الجزئيه بما فيهم الكابتن حسام البدري اليوم وتصريحاته، كلام كله طبيعي. في جزء من الدبلوماسيه الطبيعيه ممكن تكون مطلوبه بعض الاحيان، لكن في نفس الوقت هو بيقول ان النادي الاهلي ليه فضل كبير جدا عليا، ولولا النادي الاهلي ما كنتش وصلت لمكانتي كمدير فني لمنتخب مصر. وقال ان النادي الاهلي هو اللي عمل اسم حسام البدري سواء لما كنت لاعب في النادي او لما كنت مدير فني او مدرب، فبيقر وبيعترف اعتراف طبيعي جدا ان يعني النادي الاهلي هو صاحب الفضل عليه بعد المولى عز وجل طبعا، يعني ان هو ما بيشعرش ان في فجوه ما بينه وما بين جمهور النادي الاهلي على حد كلماته هو وتصريحاته، ان علاقته دايما ما بينه وما بين جماهير النادي الاهلي علاقه جيده وقويه. دي تصريحات الكابتن حسام البدري. طبعا البعض تصريحات مش منطقيه، موضوع جمهور الاهلي ده جمهور الاهلي زعلان عشان الرواسب اللي حصلت والامور اللي حصلت والكلام من ده، لكن احنا بنقول لحضراتكم التصريحات بتاعه الكابتن حسام البدري كانت ايه النهارده. قال كمان ان هو ان هو يعشق الاهلي وجمهوره، وان هو اصبح مدربا للمنتخب بسبب الاهلي وجماهيره. يعني ايضا تصريحات مهمه من الكابتن حسام البدري، وفي الحقيقه هو بيحاول يستقطب اكبر قدر ممكن من الجماهير المصريه عشان تكون بتسنده وبتساعده، وده مطلوب جدا 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 ان يتم مسانده ودعم الكابتن حسام البدري بكل قوه. ليه؟ لان هو المدير الفني لمنتخب الوطني الاول، ودايما جمهور النادي الاهلي بينحي الخلافات في صالح مصلحه الوطن ومصلحه المنتخب الاول. المنتخب الاول ده بيهم جماهير الكره المصريه، وايضا بيهم بكل تاكيد جمهور النادي الاهلي الواعي جدا لمصلحه المنتخب. سين من المدربين سواء كابتن حسام البدري اي كابتن من الكباتن مسك مدير فني منتخب مصر، الجماهير الاهلاويه والجمهور المصري بشكل عام لازم يفضل في ظهره ويدعمه الى ان يجد جديد، لان يثبت لا قدر الله فشله في اداره المنتخب. لكن ان شاء الله باذن الله نتمنى له كل التوفيق في هذه المهمه الشاقه والمتعبه. وبالمناسبه عشان نبقى منطقيين، لو جينا بصينا على الخمس اسماء اللي كانوا مطروحين بقوه ان هم يكونوا متواجدين على راس الجهاز الفني لمنتخب مصر، هنلاقي بخلاف طبعا الكابتن حسن شحاته اللي عنده قيمه كبيره وسي في عظيم جدا، هنلاقي ان افضل هذه السيفيهات الكابتن حسام البدري بعد الانجازات العديده اللي حققها مع النادي الاهلي كمدير فني بالتحديد، لان ده الاهم. فبالتالي ده شيء غايه في الاهميه بالنسبه للكابتن حسام البدري، والمسانده هتكون موجوده بكل تاكيد عشان المصلحه واحده وان منتخبنا باذن الله يعود لسابق عهده. كابتن حسام البدري اتطرق لموضوع المنتخب الاولمبي واتسال بعد المؤتمر الصحفي، قال له انت فشلت مع المنتخب الاولمبي، اسباب الفشل ده ايه؟ على حد تصريحاته هو قال ان انا ما كانش معايا القوام القوي اللي يقدر يساعدني ان انا
احقق انجاز مع المنتخب الاولمبي، لكن انا بوعد ان شاء الله هنقدر نعمل حاجه مع المنتخب المصري الاول، ان انا همشي على غرار الكابتن محمود الجوهري والكابتن حسن شحاته المدربين العظام في تاريخ الكره المصريه. بصراحه مش مقتنع قوي بنسبه ان هو ما كانش معاه قوام قوي كمنتخب اولمبي، بالعكس كان معاه لعيبه جامدين جدا، لكن ممكن الظروف ما ساعدتوش، يعني ظرف او اي شيء اخر، لكن قوام كان موجود بصراحه. لكن ايضا في كل الاحوال باذن الله يكون موفق في اداره او الاداره الفنيه المنتخب الوطني الاول. هو طبعا النهارده اعلن كمان على تشكيل الجهاز، بيتكون من مين؟ بيتكون من محمد بركات كمدير للمنتخب، تجربه هتكون فريده من نوعها، وتوقع كبير جدا مننا ان بركات باذن الله هينجح. ليه بقى؟ لعده اسباب. محمد بركات ممكن قدام الناس بتشوف ان هو بيهزر كتير، بيضحك كتير كمان من ده، لكن في الشغل، والدليل على كده في الشغل، محمد بركات ما بيهزرش. اكبر دليل على كده ان احنا كنا بنتفرج على الكابتن محمد بركات في الملعب بيجري طول الماتش، بيتعب طول الماتش، بيعمل كل المجهود اللي عليه وما بيهزرش في الملعب، لكن هي بتبقى سمات شخصيه خارج الملعب. لكن هو كمان بركات كان ليه تصريح قال ان هو هيكون مركز جدا في ايجاد لائحه مناسبه للمنتخب هيتم التنسيق فيها مع الكابتن حسام بدري، وهيستفيد من خبراته الاداريه، لان في بعض الاحيان لما حضراتكم كنتوا عارفين كان الكابتن حسام بدري مدير كره بالنادي الاهلي بجانب تواجده كمدرب عام في الفريق مع الكابتن او مع مستر مانويل جوزيه طبعا هذه الفتره العظيمه. بجانب الكابتن محمد بركات كمدير للمنتخب، المنتخب بيحتوي ايضا على الكابتن طارق مصطفى والكابتن احمد ايوب، ركز في التايتل بتاع الاثنين مدرب عام. الاثنين مدرب عام، كابتن طارق مصطفى والكابتن احمد ايوب. المدرب المساعد للجهاز هو الكابتن سيد معوض، وطبعا نجم كبير جدا جدا. كمان الكابتن ايمن طاهر مدرب حراس مرمى، والكابتن انيس الشعلالي هو مخطط الاحمال، لو حضراتكم تفتكروا طبعا كان موجود في النادي الاهلي مع الكابتن حسام بدري، وفي الحقيقه مدرب احمال مميز جدا 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 وبيمتاز بشغله الرائع. بالتحديد في ظل تواجد الكابتن محمد بركات والكابتن سيد معوض، ده شيء هيكون غايه في الاهميه لسبب اهم قوي، ان الكابتن سيد معوض والكابتن محمد بركات الاثنين قيمه كبيره جدا في تاريخ الكره المصريه بشكل عام، حققوا بطولات كبيره جدا، بالتالي هيكونوا مقنعين للاعبين، هيقدروا ان هم ينقلوا الشخصيه المطلوبه واللي بتتمثل في شخصيه البطل التي يجب ان تكون متوفره عند لاعبي المنتخب المصري، واللي احنا افتقدناها خلال الفتره اللي فاتت، وبالتحديد في بطوله الامم الافريقيه اللي كانت على ارضنا. هينجحوا في نقل هذه الشخصيه ونقل هذه الافكار والعقليه، اكيد هينجحوا لان هم اسمين كبار واستفادوا بشكل كبير جدا جدا من فتره تواجدهم في النادي الاهلي بالطبع، وفي فتره تواجدهم مع المنتخب المصري كلاعبين، بالاضافه طبعا للكابتن طارق مصطفى مدرب كبير جدا ومبشر جدا ومتابعينه، وشفنا تفوقه في الدوريات، مسك في الدوري المغربي اعتقد الدفاع الحسن الجديدي، مسك بعض الفرق هنا في مصر ونجح بشكل كبير، فايضا هو هيكون اضافه بجانب الكابتن ايمن طاهر مدرب حراس متميز، والكابتن احمد ايوب بالمناسبه طبعا استفاد بشكل كبير جدا من تواجده مع النادي الاهلي، فاعتقد ان هو جهاز متكامل مناسب باذن الله لقياده المنتخب الوطني المصري خلال المرحله الحساسه جدا المقبله. حساسه ليه؟ لان بتتمثل في تصفيات الامم الافريقيه، تصفيات المؤهله لبطوله الامم الافريقيه في الكاميرون ان شاء الله، وتصفيات كاس العالم، وده الاهم بالنسبه لنا، البطولتين في الحقيقه مهمين بالنسبه لنا، ان احنا ننافس على الامم الافريقيه مش بس نتاهل، وان احنا نوصل كاس العالم بعد ما وصلنا البطوله الاخيره، والمره دي نوصل وبتمثيل يكون جيد باذن الله. كل التقدير والاحترام والدعم والمسانده للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقياده الكابتن حسام البدري. ده كان اهم ما دار في مؤتمر الصحفي الخاص بتقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر.